التزمت جمعية بيروت ماراثون بالسنوات الماضية تعميم ثقافة الركض على كل الأراضي اللبنانية عبر السباقات والبرامج اللي بتمتد على مدار السنة، وبتعمل الجمعية على بث القيم والروح الإيجابية بالمجتمع اللبناني عبر رياضة الركض. كلمة ماراثون بتحمل معاني كتير بلبنان، منها اجتياز مسافة 42195 كيلومتر، تحطيم رقم قياسي والفوز بجوائز. وهي تعريف أيضاً للوحدة اللي بتجمع اللبنانيين تحت عنوان السلام والرياضة. نحن عنا سبق كتير كبير وبده كتير عدد من المتطوعين انه يكون كل شيء منظم لنحن نعرف دورنا وين بيكون ونعرف وين المتطوعين دورهم بيكون. مع مشاركة أكثر من 48 ألف عداء وعدائة كل عام أصبح الحدث منصة ل 223 جمعية خيرية تستفيد من نسبة 25% من رسوم الاشتراك لدعم برامجها. بالعام 2018 قدرت هالجمعيات تجمع مبلغ 175 ألف دولار ووصل إجمالية المبلغ اللي استفادت منه هالجمعيات خلال السنوات الماضية لمليون وستمائة وثلاثين ألف دولار. وبإطار جهودها لتنمية ثقافة الركض بلبنان نظمت جمعية بيروت ماراثون برامج تدريبية مجانية، وعم بيشارك كل عام حوالي 500 عداء وعداء جدد ببرامج 542 و510 ليكملوا مسافة 42195 كيلومتر و10 كيلومتر، مع العلم أنه 64% من هالعدائين عم بيلتزموا ركض المسافات الطويلة كنمط حياة. أنا شخص مشكلته بالحياة أنه بيضل لازم يحط تشالنج لحاله، وعيت آخر مرة بحزيران مش راكدة كيلومتر بحياتي وقررت أنه رح أركض ماراثون. عام 2013 أطلقنا سباق السيدات، وأيضاً قدمنا برنامج تدريبي لذوي الاحتياجات الخاصة لتغيير نمط حياتهم. أطلقت عام 2018 حق أركض سباقات مجانية للولاد بالمناطق الشعبية. الهدف من التنظيم هيك أحداث إنه الأولاد يكونوا عم بينزلوا يركضوا، عم بيمارسوا نشاط بفيد صحتهم وبفيد عائلتهم وبفيد مجتمعهم. ومعلوم إنه الجمعية عندها التزام للحفاظ على البيئة، وبالتالي الإصرار على تخفيض نسبة النفايات لكل السباقات. وبال 2018 تعاوننا مع أربع منظمات بيئية: جي ليفينج جرين، ليف لوف ريسايكل، ركود وفروز، جنات بلادي. مع 13 محطة على طول المسار قدرنا نجمع 150 ألف قنينة للتدوير. وصغرنا حجم قنينة المي ل 330 مليليتر لتخفيف هدر المي. مبادرتنا تجاه البيئة عم بتزيد، لأنه مسؤوليتنا نحفظ البيئة بلبنان. نحن بلبنان شفنا كيف الرياضة بتساهم وبتحسن المجتمع والبلد. لأنه صنع السلام مش سباق قصير وسريع، بل هو ماراثون.